السلام عليكم. من أجل حياة خالية من الحزن والقلق والتوتر عليك اتباع النصائح التالية أخي الفاضل. واحد، أن تلجأ إلى فراشك وأنت تسامح جميع البشر وتشكر الله على ما وهبك من النعم. اثنين، أن تتخلص من الحقد ومشاعر البغضاء والكراهية التي بداخلك وأن تسامح جميع الناس. ثلاثة، أن تؤمن بأن الله هو الرزاق وهو الذي يصونك ويحميك ويرشدك للطريق المستقيم. ثلاثة، أن تؤمن بقدراتك وإمكانياتك ومهاراتك وأن تضع خطة لتطوير نفسك أخي الفاضل على المدى البعيد. أربعة، أيضا أن تؤمن بأن الله هو الذي يمكنك وأنت تستطيع في الله ومن أجل الله، وأنه ربنا طبعا هيوفقك لأي شيء أنت تصبو إليه. أيضا أن تتحمل مسؤولية أخطائك أخي الفاضل، لأنه لازم أنت تتحملها، كيف ما بتحملها غيرك. خذ الدروس المستفادة من الماضي وتجنب هذا الأخطاء في المستقبل. بدعوكم لمشاهدة المزيد، اشترك في قناتي وتابع حسابي، وإن شاء الله يعني أشوفك في فيديوهات أخرى وفي البرنامج الرمضاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.